السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي. النهاردة احنا عملنا مع بعض البقسماط الجميل دوت، بقسماط هش خفيف لذيذ طعمه خطير، أحلى طبعا من بتاع الأفران، مش هنقول زيه، لأ أحلى وأنضف إن شاء الله. عايزين تعرفوا الطريقة بتاعة البقسماط بتاعي، إن شاء الله تابعوني لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض نوع من أنواع البقسماطات. بقسماط سادة، هنحط عليها وشه سمسم. إن شاء الله هنعمله بطريقة بسيطة وجميلة ونظيفة، إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. هنقول المكونات بتاعتنا مع بعض. هناخد نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق بياخد من 250 ل 300 مللي ميه على حسب نوع الدقيق. هناخد نص كوبايه المفروض زيت، بس انا بحب احط لها معلقه زبده كده بيديها طعم حلو. يبقى نص كوبايه زيت على زبده. معانا كوبايه سمسم، دي عشان خاطر التزويق على الوجه. معانا نص معلقه صغيره ملح، معلقة سكر، معلقة خميرة بودر. تمام، هنبدأ بقى نسمي الله. هنقيس أو هنعاير 3 كوبايات دقيق. عايزين دقيق يكون قوي، يعني يكون العرق بتاعه جامد، دقيق مخبوزات علشان خاطر يتحمل العجن بتاعنا، عشان البقسماطات والحاجات دي بتعوز عجن زيادة شوية. ان شاء الله هنعاير بقى نص كيلو دقيق، بيكون 3 كوبايات، وننخلهم ونيجي عشان نشتغل مع بعض. انا نخلت نص كيلو دقيق 3 كوبايات. هنسمي الله وننزل بالملح، سكر، سمي بالله كده، نشتغل بايدينا اليمين عشان ربنا يكرمنا كده ويبارك في الحاجة بتاعتنا. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنفرك بقى الدقيق مع السمنة والدقيق والزيت، ندخلهم في بعض. اهو هو كله هيندمج مع بعض دلوقتي. اشتغل بإيديا بقى احسن. بسم الله ما شاء الله. طالما الدقيق بتاعنا بدأ يتغير لونه بالشكل ده كده، نبدأ ننزل بالمية الدافية بتاعتنا. بسم الله. طبعا مش هننزل بالمية كلها مرة واحدة، هننزل شوية شوية، لأن في دقيق ممكن ياخد الكوباية كلها وفي دقيق لأ. هلم العجينة بتاعتي وارجع لكم. طبعا دلوقتي انا خلاص لميت العجينة بتاعتي وعجنتها كده لمدة 5 دقايق على الرخامة. طبعا انا مصبنة الرخامة ومنضفاها ومنشفاها كويس اهو. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، عجينة تحفة زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي. بسم الله ما شاء الله. اول ما العجينه تنعم معانا كده هنبدا بقى نحطها في الطبق اللي احنا عجننا فيها، وهنغطيها بفوطه تقيله ونسيبها لمده نص ساعه في مكان دافي مقفول عليها، عشان خاطر احنا طبعا الدنيا ساقعه جدا، عشان خاطر تخمر العجينه بتاعتنا وترتاح كده، ونيجي بقى عشان نشتغل فيها مع بعض. دلوقتي بقى بعد العجينه بتاعتنا ما شاء الله ما خمرت اهي وارتاحت خالص على الاخر، هنبدا بقى نشتغل فيها. طبعا الرخامه بتاعتي نظيفه زي الفل، هننزلها على الرخامه. انا مسحت الصاجات بتاعتي بمنديل ورق في نقطه زيت. هنبدا نعمل العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده، نعملها مستطيل كده.
ونبدأ نقسمها عشان نشتغل فيها. هنقسمها صوابع بالشكل ده كده عشان خاطر نبدأ نشتغل فيها. انا ممكن بس اوري حضراتكم ايه اللي احنا ممكن نعمله وبعد كده انا اكمل تقسيمها عشان الوقت. بس احنا عندنا اهي القطعة بتاعتنا بتاعة البقسماط، نفردها بالشكل ده ونبدأ نعملها رول كده. بس اهم حاجة ان احنا نقفلها كده من تحت. اهي بالمنظر ده، تمام. طبعا هي مش زي الباتون ساليه، لا هي طبعا هتكون اتخن شوية من الباتون ساليه. نجيب حاجة مربعة كده وننزل فيها بالسمسم. نعمل البصمات بتاعنا بالشكل ده كده. نجيب الصاج بتاعنا ننزل بيه في الصاج اهو. هنكمل الكمية بتاعتنا ادي حتة العجينة زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. هنرولها، هنيجي من تحت هنقفل عليها كده عشان ما تفتحش. بالمنظر ده هنحطها في السمسم ونحطها في قلب الصينية بتاعتنا وهكذا لغاية لما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. عايزينه أتخن من كده نتخنه، عايزينه أرفع نرفعه. بس هو احنا ايه يعني كده هوت أحسن حاجة على أساس ان هو لسه هيخمر شوية كمان فهيتخن شوية كمان اهي. النوع ده من البقسماط بيبقى طعمه حلو قوي قوي. طبعا احنا عارفين اي حاجة معمولة في البيت بتكون أفضل من الجاهز بكتير. بسم الله ما شاء الله أهو. هنسيب طبعا مساحة بينه بين كل واحد والتاني. باتون ساليه احنا ما كنا عاملينه، كنا عاملينه طبعا ببيكنج باودر، ما كناش عاملينه بخميرة، فعلشان كده كنا ما بنسيبش مسافة بينه اهو. هنكمل على نفس الوضع ده وبعد كده نسيبه يخمر نص ساعة كمان ونخش بيه على الفرن على طول على درجة حرارة 200 على الشبكة. ما نحطش تحت في القاع، بنحط على الشبكة في النص، ولو لقيناه استوى من تحت بنولع عليه الشواية لحظات. هسويه بقى، هخلص واسويه وارجع لكم. دلوقتي خلاص انا خلصت بقسماط الصوابع، عملت شوية مدورين كده زي ما حضراتكم شايفين. هوري حضراتكم اهو حتة العجينة انا محضراها اهي، بنلفها كده بالشكل ده وبنقفلها كده من هنا من الحرف بتاعها وناخدها نحطها في السمسم. اهي بعد كده بنرصها في الصينية بتاعتنا تاني اهي على ايدينا اهي. حاجة سهلة قوي قوي قوي، اسهل مما اي حد يتوقع يعني. اهي نقفل الحروف بتاعتها نغطسها في السمسم ونحطها في الصينية. انا قلت اوري بس حضراتكم كده واحدتين عشان اوريكم الخطوة الاخيرة قبل ما ندخلها الفرن. اهي
حاجة سهلة جدا وبسيطة، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. احنا نص كيلو دقيق عمل لنا الكمية الجميلة دي، عمل لنا صاجين طويل وصاج اللي هو المدور، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة جميلة جدا وموفرة جدا جدا طبعا. هنجيب بقى دلوقتي حاجة هنعملها عشان اللي هو سائل التلميع اللي احنا هنرشه على البقسماط بتاعنا. دلوقتي حبايب قلبي انا جايبة شوية حليب، جايبة بيضاية عشان نعمل السائل الملمع اللي احنا هنستخدمه هنرشه على البقسماط بتاعنا. خليها هنا دي، ناخد بس نقلل شوية حليب من ده. هناخد البيضة نحطها في الحليب، هنحط لها معلقة خل عشان الزفارة بس، وسن الفانيليا لا تسكر لا تسكر، يعني عشان خاطر بس نكون ايه متأكدين ان مفيش زفارة في البيض. هنضرب بقى الكلام الجميل ده مع بعض، هنفكه بالشكل ده كده. عندي هنا بخاخ، عندي قمح هنحط فيها، بسم الله. هنبدأ بقى نبخ على ال بسم الله. البخاخة الظاهر البيض تقيل عليها ولا ايه؟ عموما مفيش اي مشكلة عندنا، يعني البخاخة تقيل عليها البيض مش راضي يمشي فيها. مفيش اي مشكله، السائل مرضيش يمشي في البخاخ بتاعنا. هنبدا نعمل ايه، هناخد كده بالراحه ونمشي على بقسماطه بقسماطه عشان خاطر السمسم ما يتشلش اللي احنا حطيناه. يعني هنطبطب عليها كده، مفيش اي مشكله. هنحطها بقى في الفرن وبعد كده نيجي نشوفها بعد ما تخلص. دلوقتي خلاص حبايب قلبي، احنا خلصنا مع بعض البقسماط زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله، من 3 كوبايات دقيق اللي هم نص كيلو، عاملين كمية حلوة جدا جدا اهو. حبيت بس اوريها لحضراتكم، شايفين اللون بتاعه، الريحة بقى والله العظيم اكني في الفرن. عايزة بقى اوري حضراتكم حاجة، بصوا شايفين اللون بتاعه ده كده مش محروق، ده كده الرش اللي احنا رشيناه عليه المادة الملمعة اهي. بصوا خففته من جوه، مش قادرة اقول لكم خف وهشيش وجميل جدا جدا. يعني انا بصراحة ما كنتش متوقعة انه هيطلع جميل كده، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم اهو. ريحته وطعمه تحفة، بإذن الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. ياريت لو عجبكم تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، ودعوة حلوة من القلب. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين دعمكم ليا اهم عندي من كل حاجة، وبتمنى من ربنا ان شاء الله ان كل حاجة انا بعملها تعجبكم. واشوفكم على خير فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.